بسم الله الرحمن الرحيم. بركات محمود صحفي عضو اتحاد شباب الثوره واللجنه الاعلاميه لحزب المؤتمر الشعبي الناصري. انا بقول لحضرتك يا فندم ان احنا كل اللي هنا كل شباب 25 وشيوخ 25 وبنات 25 واعلاميين 25 اعلاميين المحترمين اللي غطوا ثوره 25 يناير. احنا حاربنا يوم 25 يناير لحد 18 فبراير، حاربنا عدو مصري مش عدو فساد مصري. ودلوقتي بنقول ان الثوره اكبر، ودي مش ثوره، دي انتفاضه، ودي ثوره على الكيان الصهيوني. حضرتك احنا دلوقتي من الجيش، دلوقتي حضرتك احنا هنجيب كرامه الجيش، بنجيب حق الناس اللي ضاعوا. حضرتك احنا مستمرين باعلامنا المحترم، يا ريت الاعلام يرجع محترم زي الاول. ويا فندم انا بشكر جدا كل الاعلام الموجود حاليا بيغطي، وانا كاعلامي فعلا بقول ان في طفره في الاعلام، ان تغطي بمصداقيه وبحياديه اللي بيحصل. لان احنا طول ما موجودين هنا العالم دوت في يوم او يومين او النهارده هينزل من فوق هذا المبنى. وبقول لحضرتك كمان ان الشباب موجوده والشعب موجود والشعب المصري بخير. الاستفزاز الاسرائيلي، معلش يا فندم انا اسف بتكلم بعصبيه، احنا ممكن نقعد العمر كله لحد يوم القيامه، لان ربنا هيحاسبنا على كل قطر الدم تسيل من طفل مصري صغير، مش بني ادم، طفل مصري صغير مش متظلم في الجيش بيحمينا. وبقول لحضرتك الشعب والجيش ايد واحده، والشعب والاعلام المحترم ايد واحده. وانا بقول لحضرتك ان من هذا المكان زي ما طهرنا من ميدان التحرير البلد من الفساد وهنطهرها، وثورتنا لسه قائمه، ثورتنا لسه قائمه على الفساد اللي من تحت الترابيزه اللي بيحصل دلوقتي. بقول لحضرتك ثورتنا قايمه، لسه ثورتنا قايمه على العدو الصهيوني. كلنا اخوان مسلمين، كلنا شعب، احزاب نصريه، احزاب ليبراليه، احزاب علمانيه، مفيش مجال للتفرقه، مفيش مجال لتفريق في الصفوف. يا ريت يا فندم دلوقتي وحده الصف، دلوقتي احنا عايزين وحده الصف اكتر لما كنا في ميدان التحرير. ميدان التحرير يا فندم كنا، كان حضرتك عارف اعلام وعارف، كنا بنجرح في بعض، اخوان بجرح في ناصري. ومش دلوقتي احنا محتاجين وحده الصف، وحده الصف، وحده الايد، لاننا كشعب مصري عربي بنحارب عدو واحد اللي هو عدو العرب اللي هو اسرائيل الكيان الصهيوني. يا فندم لازم لازم لازم، وانا كاعلامي بقول والله العظيم والله العظيم نهايته قربت، نهايته قربت بالاصرار المحترم بالناس ديت اللي مستعده تضحي بنفسها. يا فندم انا اقول لحضرتك على يعني حضرتك، انا بحلم، احنا كلنا بنحلم، شباب الشباب ديت اللي لسه فوق تحت ال 20 وفوق ال 20 و 30، الشباب دي كلها مستعد يموت فدا مصر والله العظيم. لو حد بياخد فلوس، وزي ما بيقولوا علينا لا فلوس من حد ولا من جهات اجنبيه، وكل اللي بيجرح فينا بيجرح في الشباب المحترم دوت وبيقول بنعطل مصالح البلد، لا المواصلات شغاله واحنا بننظم المرور ومستعدين موجودين ليوم الايام موجودين. والله العظيم لو هنقلع على الموت هننام في الشارع. شكرا جدا يا فندم واسف طولت على حضرتك.